الله، اهو القمر طلع الحمد لله. الله الوقت بيجري مع معاليك. يلا هنقول خطاب. هنقول. فين عدة الخطاب؟ عدة الخطاب كله موجود. انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ تلفزيون. ايه؟ تلفزيون. اول مره تطلع في التلفزيون؟ اشكالكو عرر بالنضاره، انا الوحيد اللي امور في النضاره. تعرف انت شبه مين كده؟ مين؟ شبه الاليوبيين. مش عايز اقول لك من الصبح عشان ما تتكسفش يعني. يلا احنا كده بنضاراتنا دي مش هنقول خطاب، احنا كده نقول از از كابوريا، از از كابوريا، لو از ازوني از از ايه الشنجر بنج النو. انا هتجنن بقى، انا هتجنن. من ايه الشنجر بنج النو؟ يعني ايه؟ بقى لنا 20 سنه متفرج على الفيلم ومعدينا كده عادي كاننا مش سامعينا. از از كابوريا الشنجر بنج النو. ايه الشنجر؟ ايه الشنجر بنج النو؟ نوع سمك في الميه يعني. يعني في بولتي وسمك مكرونه وسمك الشنجر بنجن. يقولوا لنا ليه سايبينها لنا كده يا اخ؟ في ايه؟ يقولوا لنا نداء للاذاعه والتلفزيون، ترجموا لنا كلمه الشنجر بنجن نو. لو قطه عشان نو، فالشنجر بنجن زي الشرازي وزي القطط. يقولوا لنا النو ايه؟ في ايه؟ اجراءات امنيه يا فندم. لا تأمني ده اداني كتف هيوقعني في المنصه. معلش عشان لما احنا بس شنجر بنج النو كده. فعد يقول لنا الشنجر بنج النو دي عشان نفهم عشان ايه. ماشي؟ يلا يا فندم قول الخطبه. بسم الله الرحمن الرحيم، احبتي في الله. احبتي في الله، ايه هي خطبه الجمعه؟ قول خطبه. انا بستهدى بالله عشان ربنا يكرمني. انت سياده الوزير. ايه ده بقى؟ ماشي. فضل. وانا وزير السعاده. حضرتك وزير السعاده. والتعمير، السعاده والتعمير. التعمير ده ماشي، يعني بتعمر للناس حجرين دماغهم تنبسط. ده انت هتضيعنا يا واد يا راسي. الخطاب بقى. انا بقى ايه مستغرب بقى دماغ الناس، بقيتش فاهم الناس بقى، يعني الواحد ما بقاش عارف الناس دماغها فيها ايه. بقيت انزل الشارع يظهر لي علامه تعجب قد كده في وشي من كتر ما انا مستعجب البشر. امال ايه يا فندم؟ قول جمله واحده مفهومه. انا بحاول، بحاول واحده واحده معلش. ولا حتى قلنا لك خش بورق عملت مجتهد. انا ما فيش بيني وما بين الشعب ورق، انا مني للشعب وبعدين مني لله بقى بعد كده لو عملت حاجه. ماشي؟ وانت بتاع لبن واقف جنبي، اقسم بالله انت اللي خلاك مساعد وزير ظلم. انت تمشي بلبن من تمام الساعه 6 لبن صح؟ ولا توجع دماغك انت والحكومه والكلام. علامة التعجب مع الناس ابتدت تكبر لدرجة ان انا قدمت لها في مدرسة من كتر ما هي كبرت. انا مستعجب الناس والله. بتاع لبن ذمة اهلك مش بتاع لبن؟ لبن يا اما تبيع فول تقول طايب. هو ليه بيقول طايب بتاع الفول كده يعني؟ انا اول مرة اعرف هو بيقول طايب. مش عارف، هتلاقي حد نادى عليه قال له طايب فانت افتكرته. معلش انت بتفكر في الغلط والله. فالناس لقينا ان الناس هي اللي مخنوقه من جواها، ومهما نعمل للناس الناس مش عايزه تتبسط. فعشان نبسط الناس اصدرنا العقوبات التاليه. رقم واحد، اللي هنلاقيه زعلان 3 سنين سجن مع الزغزغه. انا فروم بس يا معالي الوزير. بس تخيل انت بقى بتزغزغ وقسط اللبن معاك وبيتدلدع منك بقى وانت بتزغل ليبن وتبيع. طب ايه؟ لا ده عايزه كيلو، عايزه كيلو وزبادي بس بسرعه عشان الفجر ياذن. طب اللي هنلاقيه مكشر 10 سنين سجن وريشه في رجله من تحت. هل لود له رجله؟ هنرفع رجله فوق ونقلعه البنطلون. ايه ايه؟ نقلعه ايه؟ نفرم له رجله. هيبقى في شورت ما تقلقش. مش هنلود له رجله بالريشه، هنفرمه. طب اللي هنلاقيه بيعيط اعدام راميا بالنكت. وهندفنه عند بيت الخليل كوميدي. ان شاء الله في مقابر الغتت دي هتبقى في انشاء انا اللي هفتتحها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فندم يا ختم يا فندم
راح فين يا سياده الاراجوز؟ اصبر يا اخي. اتفضل معاك، اجراتها منين لازم تمشي؟ اتفضل. صاله واحد منين عشان رايح هولندا وتايه بقى لي فتره. اتفضل يا استاذ. صاله واحد. حضرتك عايز المطار القديم ولا الجديد؟ ليه بقى؟ انا مش فاهم انا ايه القصه دي. ليه مطار جديد ومطار قديم؟ يعني الجديد الطيارات حلوه والقديم ورق ولا ايه؟ بيقول لك واحد صاحبي راح المطار القديم الطياره وقعت، قالوا له احنا قايلين لك يا بيه هو قديم معناه قايلين. والله كده؟ ما قالوا له احنا قايلين لك كنت تركب في الجديد، طيارات حلوه بتبرق. انما القديم وقعت، ما احنا قايلين لك يا بيه احنا مش كاتبين لك على التذكره مطار قديم؟ ايوه. طياره وقعت ده نصيبك خلاص، ما احنا قايلين يا بيه. طب ولو جات له المطار الجديد؟ يوصل الحمد لله على السلامه في ثانيه، فريره. انما القديم وبعدين بكرته بالقفا بقى في المطار القديم. تبعت في القديم تلاقي واحد دين نكرك بالقفا. في ايه مطار قديم يا بيه؟ احنا دماغنا هنا كده. هو مطار القاهره الدولي. خلاص. صح؟ اتفضل. مطار القاهره الدولي. ولا قديم ولا جديد. انت الوحيد اللي بتفكر في مصر. ما يفولوش على الناس. هو حضرتك بس مسافر فين؟ اليوبيا. اتفضل. بيقول لك البحر ما بقاش على الميه، ودي الحمد لله بقت معجزه برضه ثانيه. حبيت اقولها لك.